السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروستوت. فيديو دوت قناة إن شاء الله النهاردة هيبقى آخر فيديو في دورة سي بلس بلس جي أو أي باستعمال فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة معانا النتوركينج. خلينا بس نفهم كده عن إيه نتوركينج. نتوركينج هي إيه؟ اتصال بينك وبين مثلا أنت، أي اتصال بين كلاينت تو سيرفر. هقولك بس يعني ايه السيرفر دلوقتي. السيرفر هو المكان اللي فيه كل المعلومات. يعني مثلا ايه، انت لما بتيجي مثلا ايه تكتب كده في المتصفح بتاعك فيسبوك مثلا، انت كده بتقول للمتصفح انا عايز اتصل بفيسبوك. الفيسبوك ده السيرفر. طب ماشي، ايه اللي فرق بين السيرفر والكلاينت؟ الكلاينت هو اللي بيتصل بالسيرفر عشان ياخد منه معلومات، يديله معلومات اللي هو عايزه. السيرفر هو سيرفر واحد بس اللي انت بتقدر تتصل بيه، لكن الكلاينت تقدر تكرر براحتك عادي، لان انت ايه، مش انت الوحيد مثلا اللي داخل على فيسبوك دلوقتي، لا في واحد تاني، في واحد تالت، في واحد رابع. لكن هل الفيسبوك ده كذا حاجه؟ يعني الفيسبوك ده كذا سيرفر؟ لا، هو سيرفر واحد مثلا انت بتتصل بيه. بتتصل بالسيرفر بفيسبوك بس، مفيش فيسبوك نسخه تانية منه، لا هو فيسبوك بس. لكن هل في كذا عميل للفيسبوك؟ دي كلاينتس. يعني السيرفر ساب بس الكلاينت هي اللي بتتغير. ده بس كمفهوم بس. ان شاء الله النهارده في النتورك هنشرح ازاي تعمل السيرفر وازاي تعمل الكلاينت. نبتدي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كده بالسيرفر بتاعنا. مش عارف دي مش عايزه تيجي كده. ايوه خلاص جت. انشانا كده. ايه هو السيرفر؟ ايه بيمر بكذا مرحله عشان ايه يبتدي يعمل مستني اتصالات. احنا بالبرمجه الاول ايه، انك ايه هتستنى على اني هوست، هتستنى على اني بورت. طبعا انت لازم تكون ملم بالحاجات دي. البورت دي الحاجات الاتصال هيجي عليه. المنفذ اللي في الكمبيوتر وكده. هنعمل لسه من هنا. بعد كده اول ما الجهاز يتصل، او اول ما الكلاينت بتاعنا يتصل بالسيرفر، السيرفر تلقائي بيبعت له رساله بيقول له ويلكم تو سيرفر، هالو تو سيرفر. وبعد كده الكلاينت بيتباع عنده، واخد بالك؟ وفي السيرفر هنا بنطبع في التكست بوكس ده نيو كلاينت، بعد كده نيو كلاينت. هنتعلم برضو ايه ازاي نستقبل كذا كلاينت في السيرفر بتاعنا. بعد كده ايه، نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده. ده السيرفر بتاعنا. في داله اسمها اكسبت. الاكسبت دي هي يا جماعه احنا داله فوق كده، هقول لك برضو هنروح لها يعني ما تخافش. تي اتش 1 بنساوي جي سي نيو ثريد. بنعمل ثريد تاني عشان ايه، هنشغل الحاجات دي في ثريد تانية، لان احنا مش هنقدر نشغلها يا جماعه جوه الفورم بتاعتنا، لان السيرفر لما بيجي يعمل ليسن بيوقف الفورمه كلها، يعني بيعمل تجميد للفورم. فاحنا ايه عايزينها نعملها في ثريد لوحدها عشان تقدر انت تتعامل مع الفورم، وبرده الثريد قصدي النتورك يفضل شغال، السيرفر بتاعه شغال زي ما هو. هنقول ثريد جيست نيو ثريد ستارت. بعد كده ذس، بعد نكتب اللي احنا شفناه قبل كده في الثريد. طبعا انا خليتها جلوبال، ممكن تخليها لوكال عادي مفيش اي مشاكل. بالك كان نقول تي اتش 1 از باك جراوند عشان لما نقفل الفورمه بتاعتنا الثريد دي تنتهي. بعد كده نقول له تي اتش ستارت. طب ايه، طب نروح كده على ستارت، ايه اللي بيحصل بقى؟ خلاص انا دلوقتي انا كده كومبايلر، انت دوست عليا ماشي، عملت ثريد وعملت از باك جراوند ماشي، تقفل معاها تقفيل الفورمه ماشي. هروح كده تي اتش 1 ستارت، هروح بقى اشوف ايه اللي في الداله بتاعتي. ليسنر ده هو السيرفر. تعالى بس ايه نطلع فوق نشوف كده المتغير بتاعتنا الجلوبال. هنعمل كائن من تي سي بي ليسنر. كده احنا بنقول للكومبايلر احنا هنعمل كائن تي سي بي ليسنر دي بتاعت السيرفر بس، لكن لما نعمل قناه هنقول له تي سي بي كلاينت. طبعا ما تنساش الكاب ساين. بعد كده ايه، هنعمل برايفت ديليجيت فويد كاكا، دي اللي احنا هنستخدمها عشان ايه ناكسس حاجه من يو اي، من ثريد خارجيه في اليو اي، عشان هندوس عشان هنخلي في التكست بوكس دي بقى نيو كلاينت كده، هنضيف لها زي ما انت عايز. طبعا لو انت مش فاهم الحاجات دي يا ريت ترجع للديليجيت، ويا ريت ترجع لشرح الثريد والديليجيت مع بعض، موجودين برده في نفس الدوره. هناخد كائن من كاكا بيأشر على داله اسمها ماما. ماما دي هي اللي بتغير في بتاع ده في اليو اي. بعد كده نعمل ثريد تي اتش 2 وثريد تي اتش 1. تي اتش 1 دي اللي احنا قلناها اللي هو بيعمل ليسن. طب ماشي، وانا بعمل ليسن دلوقتي، هل انا هتعامل مع كلاينت واحد؟ لا، انا هتعامل مع كذا كلاينت، فاكيد انا ايه هاخد كل كلاينت واحطه في ثريد لوحدها، واخد بالك؟ هي الحاجه ايه اشبه بالشجره كده، واخد بالك؟ انا بعمل ليسن دلوقتي بتجيلي اتصالات، واخد بالك؟ الاتصال اللي عامله كاتش او امسكه هرميه في ثريد ثانيه، ان انا ايه هتعامل معاه لوحده، استنى اتصال جديد، واخد بالك؟ كل ده هيتعمل بالوايل ترو، اعمل له كاتش بعد كده ايه احطه في ثريد لوحدها، وهكذا وهكذا. طبعا الثريد الثانيه دي هي بتكون تي اتش 2. تعال
تعالى كده ايه نرجع لداله الليسنر بتاعتنا. هنقول تي سي بي كلاينت، واخد بالك تي سي بي كلاينت دي بتاعت الكلاينت. طب هتقول لي احنا ليه بنستخدمها في السيرفر؟ هقول لك اللي احنا تي سي بي كلاينت دي هنستخدمها في السيرفر عشان الداله دي بتاعت اكسبت تي سي بي كلاينت. اكسبت تي سي بي كلاينت دي بترجع خصائص الكلاينت، عشان طبعا احنا هنحتاج الخصائص الكلاينت دي عشان هنبعت له رساله، نستقبل منه رساله، نقفل الاتصال معاه براحتنا. فهي بترجع كائن من نوع تي سي بي كلاينت، فاحنا بنكاتش الكائن ده. انت ممكن تستخدم التي سي بي كلاينت دي في انك تكاتش بتاع ده، تكاتش الكلاينت في السيرفر، وانك تعمل بيها سيرفر لوحدها. طبعا الكائن ده جواه دوال خاصه بده ودوال خاصه بده، ماشي. هنقول ايه؟ هنقول تي اتش 2 اول ما تعمل كاتش. هو دلوقتي الليسنر اكسبت تي سي بي كلاينت دي، هو دلوقتي ايه؟ هو دلوقتي قاعد كده مستني اي اتصال يجيله. طب اتصال جاله بيعدي الداله دي. طبعا الداله دي هي اللي بتسبب لنا المشكله، اللي احنا ايه اللي هو بيقفل لنا الفورمه. هتلاقي الفورمه الجامده مش هتقدر تتعامل معاها اصلا في الدوس، ولا هتقفل مش هتقدر. هنقول تي اتش 2 جي سي نيو ثريد، جي سي نيو بارامترايز ثريد ستارت. احنا كده بنقول هنعمل ثريد مع بارامترايز، وبنديها الزيس. بعد كده بنديها ايه؟ ماي فورم كونكشنز. كونكشنز دي هي الداله بتاعت الاتصال، مثلا اتصال بقى اي كلاينت بقى، واخد بالك. الداله دي طبعا بتنتهي مع قفل الفورمه، واخد بالك. بعد كده نقول له ايه تي اتش 2 ستارت، وبنديها طبل كريت كلاينت، بنديها البارامترايز بتاعتنا. يا ريت ترجع للديليجيت لو انت ما شفتش الدرس بتاع الديليجيت والثريد والحاجات دي، يا ريت تشوفه عشان تقدر ان انت ايه تفهم الحاجات دي كويس. طب ماشي، ايه اللي بعد كده؟ خد انا كده حطيتها بقى في الثريد لوحدها. تعالى كده نروح ايه اللي بنشوف ايه اللي بيحصل في داله الكونكشنز. دلوقتي احنا جوه اتصال بين كلاينت، خلينا ايه عشان ما نتلخبطش. دلوقتي انا جاي لكلاينت دلوقتي، طب انا ايه، انا استقبلت اول كلاينت عندي، خلاص انا ايه استقبلت اول كلاينت، اول كلاينت اتصل بيا، واخد بالك، حطيته في الثريد لوحدها، واخد بالك، ورجعت استقبل ايه، استقبل اتصال جديد. يبقى انا ايه بعمل حاجتين دلوقتي، قصدي ثلاث حاجات، اللي هي ايه اللي هو ايه خلاص احنا كده ايه دي ما تضاش ثلاث حاجات اصلا، حاجتين قصدي، حاجتين، ان انا بستنى ليسنر، ان انا بعمل ليسنر لسيرفر، ان انا بستنى اتصالات، وفي نفس الوقت بتعامل مع كلاينت تاني، واخد بالك. نروح كده نشوف ايه اللي بيحصل في الكلاينت بتاعنا في الاتصال مع الكلاينت. هنقول ايه ماي فورم انفوك، دي داله قصدي الديليجيت اللي هي بتاشر على الماما. الماما دي جواها ايه؟ احنا بنقول له بس تكست بوكس ابند تكست، بنقول له نيو كلاينت بس، ونقول سلاش ار وسلاش ان. ليه؟ عشان ننزل سطر في التكست بوكس. يعني ايه دي؟ لو عايز تعملها مش عايز تعملها براحتك. الماي فورم دي يا ريت برضه تتفرج تاني على داله، قصدي على فيديو الديليجيت والثريد عشان تفهم الحاجات دي كلها. طبعا احنا ايه بندي الكونكشنز دي داله، قصدي كائن من نوع اوبجكت، ان انا بقول له ان انا هديك كائن من نوع اوبجكت انا ما اعرفش هو ايه، بس انا هديهولك. عملنا برضو متغير من نوع اوتو، بنقول له سيف اندرسكور كاست، نوع الاوبجكت اللي هيجي ده نوع طبل، بعد كده تحوله للتي سي بي كلاينت، بتشيك الكاب ساين هنا والكاب ساين هنا، وبندي له الكائن اللي احنا هنحوله اللي هو السي ال اللي هو في البارامترايز. بعد كده هنقوله ايه تي سي بي كلاينت، واخد بالك، عشان ناخد بقى ايه، عشان نحول بقى بالكاست الار جي اس ايتم 1 دي، نحولها بالكاست للكلاينت عشان نقدر نتعامل معاه، واخد بالك. الكلاينت دي جواها بقى جواها داله اسمها جيت ستريم. جيت ستريم ده بتعمل ايه؟ بترجع لي كائن تاني من نوع ستريم رايتر عشان اقدر اكتب بقى للكلاينت، ابعت له رساله، استقبل منه رساله براحتي. فانا بقول ايه ستريم رايتر، واخد بالك، كاب ساين رايتر بتساوي جي سي نيو ستريم رايتر، وبنديها الكلاينت جيت ستريم، واخد بالك. بكده بنقول له ايه رايتر اوتو فلاش. اوتو فلاش دي للاسف انت لما بتيجي تكتب رساله للسيرفر، السيرفر ما بيبعتهاش. يعني ايه؟ بمعنى ان انا مثلا ايه، انا مثلا ايه، انا براسل مثلا محمد، انا كتبت رساله لازم اغلفها بعد كده ابعتها، واخد بالك. في داله جواها اسمها فلاش، اللي انت ايه زي فلاش دي، يعني ايه سوري، يعني اللي هي ايه بتاعت شد السيفون، اللي هي بتقول له جري بقى، يعني انا خلاص كتبت كل حاجه، عملت كل اللي انا عايزه، ابعتها بقى للكلاينت سقها. فاحنا بنقول له ايه اوتو فلاش، اي حاجه انا هقول رايت ابعتها على طول، يعني ما استناش لما انا اقول لك فلاش، لا ابعتها على طول. بنقول له اوتو فلاش بتساوي ترو، بعد كده بنقول له رايتر رايت، كده هو بيبعت ايه رساله للكلاينت. نقول له بقى هلو كلاينت مثلا ايه تو سيرفر مثلا سيرفر.
بعد كده بعد ما بنبعت الرساله بنقول له كلاينت كلوز، كده احنا بنقفل الاتصال مع الكلاينت. خد بالك حاجه تانية، حاجه تانية وشرح مش لا كله كده حرق شرحناه. ما تتلخبطش بين بين الجلوبال يعني انت براحتك، لو انت عايز تعملها جلوبال عايز تعملها بتاع ده، عايز تعملها لوكال براحتك عادي، انا بس عملتها جلوبال بس ايه يعني عشان يعني ايه ابان محترف شويه يعني. بس هو ده كان بس الكلاينت. لا صحيح يا جماعه انا اسف، هو ده السيرفر يعني، انا اسف يا جماعه بس نسيت في ال في الـ في الماي فورم اندرسكور لود يا جماعه، انا اسف اسف والله جدا يا جماعه نسيت. بس اقول لكم حاجه، ان انا لازم تعمل انت ايه في ماي فورم اندرسكور لود، نعمل كائن من اي بي ادريس واخد بالك اسمه اي بي، بعد كده بنقول اي بي اي بي ادريس باس، بعد كده بنديها الهوست اللي احنا هنعمل عليه ليسن واخد بالك، بعد كده بنقول ايه ليسنر اللي هو الكائن اللي هو ايه ده السيرفر اللي هو السيرفر واخد بالك، بنقول له ايه ليسنر بيساوي جي سي نيو تي سي بي ليسنر، بنديله الاي بي ده، بعد كده بنديله البورت اللي هنستقبل عليه اتصالات. معلش يا جماعه بس نسيت الحته دي. تعالى كده ايه نعمل اول ما انا اشغل البرنامج ايه اللي بيحصل كده، فهو في الجلوبال ايه بيعمل كائن من تي سي بي ليسنر اللي هو السيرفر، بعد كده بنقول للديليجيت، بعد كده بياخد كام ديليجيت، بعد كده بيعمل ثريدين بس هو ما خدش امر للليسنر خد بالك. مع الماي فورم برضو ايه اللي بيحصل لود، خلاص انا ايه الماي فورم بتاعت الفورمات بتاعت اتعمل لها لود، ايه اللي بيحصل اول ما الايفنت ده بيحصل، بعمل كام من اي بي ادريس واخد بالك اسمه اي بي، بعد كده بقول اي بي بتساوي اي بي ادريس دوت بارس، ان انا بقول له ايه ان انا هديك الهوست اللي انت ايه تعمل عليه ليسن اللي هو 192.168.1.125، طبعا ده الاي بي بتاعك اللي على الشبكه. طب انا هجيب الاي بي ده ازاي؟ بتروح على الشبكه بتاعتك بتقول اوبن بتاع ده اوبن نتورك اند شيرنج سنتر سنتر، بعد كده بتروح على وايرلس نتورك كونكشنز، بعد كده ديتيلز هتلاقي هنا ايه اي بي في 4 ادريس، هتلاقي هنا ايه رقم كده خده وحطه عند حطه هنا واخد بالك. طبعا احنا ايه ان احنا مثلا لو في واحد مثلا معاك على الشبكه هيتصل عليك او هيتصل بالسيرفر بتاعك، فهو بيستخدم ايه الاي بي ده واخد بالك. بعد كده بنقول له ايه ليسنر بتساوي جي سي نيو تي سي بي ليسنر اي بي والخمس واربع خمسات، ده البورت اللي احنا هنعمل عليه ليسن خد بالك، بتاخد الاي بي بتاع كده اربع خمسات. بعد كده ايه اول ما بندوس ليسن اول ما بنقول له إيه ابدا بس السيرفر بتاعك، هو لسه لغايه ما دلوقتي ما بداش، احنا بنقول له إيه ابدا، بيبدا ايه في الخطوه دي ليسنر ستارت، دلوقتي احنا بنقول له ستارت اعمل بقى ليسن، هو دلوقتي ايه مستني، هو ايه هو قصدي ايه مش هو بدا السيرفر بس مش مستني اتصالات لغايه ما انت بتقول له ايه ليسنر اكسبت كلاينت كده، هو بيستدعي داله، الداله دي ايه بتعمل ليسن لاي كلاينت اي كونكشن يجي وتمشي بقى زي ما احنا قلنا. اللي مش فاهم حاجه يا ريت يكتبها لي في التعليقات تحت خد بالك عشان مش فاهم حاجه هقولها لك باذن الله. تعال كده بقى نروح للكلاينت، عملنا برضو بوتون ده عشان يعمل كونكت مع السيرفر. بعد ما بيعمل كونكت بيستقبل رساله من السيرفر، احنا بنقول له ايه اظهر الرساله دي هنا، طبعا هو ما يعرفش الرساله. تعال كده نروح ايه اللي بيحصل في الكلاينت بتاعنا بس. طب ماشي مفيش اي حاجه، بنعمل تراي وكاتش. طب افرض انا مثلا ايه انا كلاينت جيت اتصل بالسيرفر بس ما لقيتوش موجود اساسا، يعني السيرفر ايه مش موجود او الاي بي ده اصلا ما فيهوش سيرفر، طب انا هعمل ايه؟ هيعمل عندك هنا ايه اكسبشن، اكسبشن هيرمي لك اكسبشن، هيقول لك ايه ان ما فيش اصلا سيرفر او السيرفر ده مقفول او الجهاز ده مقفول فمش هقدر اتصل بيه. فعشان نتجاوز الخطأ ده بنقول له ايه بنستخدم حلقه التراي والكاتش. الكاتش دي فيها دي الاكسبشن اللي فيه، بعد كده بنقول له ايه مسج بوكس كانت كونكت تو سيرفر واخد بالك. بنعمل كام تي سي بي كلاينت، طبعا هو مش فاهم هو دلوقتي ايه مش عارف هو هل هو جوه السيرفر ولا هو جوه الكلاينت. هنا بقى ايه في الخطوه دي هو بيعرف بقى ان انا ايه انا كلاينت كده، انا هتصل بالسيرفر بقول له ايه كلاينت بتساوي جي سي نيو تي سي بي كلاينت، بديله الهوست اللي انا هتصل عليه وايه البورت اللي انا هستخدمه واخد بالك 192.168.1.125 واخد بالك. طبعا ايه الكلاينت ما فيهوش حاجات كتير يعني، فايه مش شرط ما فيهوش حاجات كتير فاحنا مش هنشرح فيه كتير. بعد كده ايه بنقول له ريد بتساوي جي سي نيو ستريم ريدر، طبعا الريد دي ايه موجوده فوق هنا نقول له جي سي نيو ستريم ريدر، بعد كده كلاينت جيت ستريم، احنا بنقول له ايه جيت ستريم دي يعني معناها جواها داله الارسال وداله الاستقبال واخد بالك. بنبعتها ليه الريد
عشان ايه نستقبل ونرسل بقى. طب احنا هنرسل هنستقبل، فاحنا هنا بنقول له ايه ثريد تي اتش 1 واخد بالك، جي سي نيو ثريد، جي سي نيو ثريد ستارت سيس ماي فورم ريسيف، وبعد كده بنقول له تي اتش 1 ستارت. للاسف يا جماعه لما هو بيعمل ايه، هو دلوقتي احنا هنقول له في الخطوات الجايه هنقول له ايه استنى ارسال. اول ما بتعمل لك بتاع ده، اول ما بتعمل كونكت بالسيرفر، في الخطوات الجايه هنقول له استنى رساله تجي لك، واخد بالك من السيرفر. للاسف الداله اللي تستخدم دي اللي هي تستخدم في ارسال او استقبال البتاع ده، قصدي استقبال الرساله دي بلوكينج، فاحنا هيقفل الفورمه بتاعتنا مش هنقدر نتعامل معاها، فاحنا بنضطر ايه اللي احنا نستعمل ثريد معاها. بالك تي اتش 1 ستارت، بنروح كده اللي بيحصل في الريسيف بقى، بنقول له ريد، واخد بالك اعمل ريد في ده، دي الريد دي، هي دي يا جماعه اللي بتستقبل الرساله اللي هي داله الريد دي، وحطها في اللالا. واللالا دي اصلا دي، تعال كده نشوف ايه اللالا دي. اللالا دي array of w char underscore t، بتاخد كاب اساين، دي نوع او الريد دي بتاخد بارامتر من نوع array w underscore char t. دي array من نوع حروف، طبعا الرساله بتيجي على هيئه حروف، فاصلا ما ينفعش تستقبلها كهيئه سترينجز او حاجه، لان سترينجز دي حروف، فهو بيستقبلها ايه على هيئه W char underscore T، كان بيستقبلها على اي حروف. طبعا احنا ايه لما نيجي بقى نبعتها او في التشينج دي، التشينج اللي احنا هنغير التكست بتاعت التكست بوكس هنحولها لسترينج. بالك احنا بنقول ايه للالا بتساوي جي سي نيو array of W char underscore T، ونديها الحجم بتاعها. طبعا انا قد ايه اديتها بس حجم ديفولت بتاعها 100، واخد بالك. بعد ما بتستقبلها ودلوقتي ايه مستني اول الرساله اللي هتجي له يحطها في اللالا، بعد كده زيرو، هنحط هنا زيرو 100، يعني هتملى قد ايه من الاري دي بتاعتك، هتملى قد ايه، هنقول له املاها كلها من اول الصفر لغايه ال 100، خد بالك. بعد كده ايه بنقول له اكس سي اكس سي، الاكس سي اكس سي دي يا جماعه دي قصدي دي بتاعت دي ديليجيت، احنا بنعمل ديليجيت عشان نقدر نتحكم في الفورمه بتاعتنا من ثريد ثانيه. فانا بقول له ايه كاكا، دي الدرجه بتاعتنا فويد، ما بترجعش اي حاجه، ما تاخدش اي بارامتر. كاكا بتاع ده كاب اساين اكس سي اكس سي، طبعا احنا ما اديناهاش اي حاجه دلوقتي، ما اديناهاش انها تاشر على اي حاجه. طب انا اقول لي مثلا ايه، طب انت بعت ليه ما عملتهاش، طب ليه انت ما عملتهاش بالبارامترات اللي هي الدرجه دي، ليه ما بعتلهاش بارامترات؟ هقول لك عشان انا ايه عملت كل حاجه جلوبال، واخد بالك، فانا ايه مش مضطر ان انا ابعت حاجه او استقبل حاجه او كده. كان ممكن اعمل اللالا دي ايه جوه هنا واستقبلها عادي، بس انا فضلت ان انا اعملها بره عشان ايه، يعني تسهيل في الكود او تسهيل في كتابه الكواد كتابه البتاع ده الدوال وكده. فتحت هنا بنقول له ايه اكس سي اكس سي بتجاوز جي سي نيو كاكا، واخد بالك، بتاخد كام من كاكا، بعد كده بنقول له الداله اللي انت هتاشر عليها اللي هي تشينج، بعد كده بنقول له ماي فورم انفوك، اعمل انفوك للداله دي اللي هي اكس للديليجيت دي الاكس اكس سي. تعال كده نشوف ايه اللي بيحصل في الداله اللي بتاشر على الاكس اكس دي. بنقول له سترنج، واخد بالك، الكاب اساين دي بتاعتنا، بعد كده بنقول له جاجا، دي السترنج اللي احنا هنحطها في التكست بوكس بتاعتنا، بعد كده بنقول له بتساوي جي سي نيو سترنج، بندخل لها ال دبليو تشار اندرسكور تي دي، بندخل لها تلقائي بتحولها لسترنج. بعد كده بنقول له ايه تكست بوكس 1 التكست بتاعتها بتساوي جاجا، واخد بالك. بس هو وخلاص كده ولا ايه، لسه في حاجه تانية؟ عملنا ثريد وحطيناها وخلاص، وخدنا كان جيست ستريم عشان نبعت ونستقبل، وتي اتش 1 حطيناها في ثريد لوحدها عشان ما يوقفش الفورمه، وادي الريسيف بيستقبل بيستنى كده الرساله، واول ما ياخدها يحطها في اللالا، بعد كده نقول له اكس سي اكس سي كاكا بتاشر على الداله بتاعت التشينج، كان بيقول له ماي فورم اعمل الانفوك للاكس اكس سي، وبعد كده تشينج دي بتتغير في البتاع. خلاص هو كده شغال، وعملنا الداله فوق خلاص. تعالى كده ايه نعمل رن للسيرفر عشان نشغله الاول. يس استنى كده شويه، تعال كده اعمل ليسن دلوقتي، انت تقدر تتحكم مع الفورم بتاعتك عادي. عشان كده استخدمنا الثريد تحت اهي، الثريد دي عشان ايه نحط الاكسبت كلاينت دي، لانها بلوكينج فانكشن. تعال كده ايه نشغل الكلاينت بتاعنا. يس
استنى شوية كده. بس نتأكد بس هو البورت بتاعنا اللي احنا عملناه متصل بيه ولا لأ. خمس خمسات، خمس خمسات، أربع خمسات قصدي، وهنا برضو ايه، أربع خمسات برضو ولا ايه؟ أربع خمسات. احنا عملنا لسه، تعالى كده نعمل كونكت. زي ما تشوفوا يا جماعة طبعا عندنا نيو كلاينت، وبعت رسالة للسيرفر اللي هي هلو كلاينت تو سيرفر. تعالى كده نشوف اللي في الكلاينت، وبعت رسالة وحطيناها زي الفل اهي. طب انا ايه دلوقتي، انا قفلت، هو دلوقتي ايه قفل الاتصال بيننا وبينه. نقفل كده، خد بالك ايه ده. طب ماشي. طب انا افرض انا مثلا رجعت اتصل بيه، تعالى كده نجرب ايه نتصل بيه تاني، بس ايه عن طريق حاجه تانية عشان برضو بياخد وقت في الديباج. فاحنا هنتصل ايه من خلال ابلكيشن تاني. لا مش ده، مش ده، ده طب تعالى نعمل ديباج بقى وخلاص، مش لازم. كده هو السيرفر بتاعنا لسه شغال، واحنا كده ما قفلناهوش لسه، مستني كده لغايه ما ايه يعمل ديباج ويخلص. استنى كده شويه بس، فتح الابلكيشن معانا تاني، كونكت اهو. طب علينا نيو كلاينت تاني، وقالنا هلو كلاينت تو سيرفر. طبعا انت ايه بقى، كل ما هتبعت كلاينت، اي كلاينت هتتصل في نفس الوقت هيعمل نفس الحركه برضو. لو احنا حطينا برضو كذا كلاينت هنا برضو هيشتغل معاهم. نقفل كده بقى الكلاينت بتاعنا خلاص، ونقفل كده ده. طبعا واحد هيسالني، طب انا عايز ايه، انا عايز اعمل ايه السيرفر بتاعي جلوبال للعالم كله بقى، اي حد يتصل بيا. طبعا في كذا طريقه بس انا مش متذكرها قوي، ممكن تدور عليها على النت هتلاقيها. ان انت بتفتح بورت في الراوتر بتاعك، وبتدي للكلاينت بتاع الاي بي بتاع الراوتر بتاعك اللي على الشبكه، اللي على الشبكه العالميه. فانت بتدور وبتفتح بورت في الراوتر، ان البورت ده لما يجي لك عليه اتصال بيحولك على البورت، او يحولك على الجهاز وعلى البورت ده، كان هو ايه الراوتر ده كلاينت، بس هو عباره عن الوسيط بينك وبين الكلاينت، واخد بالك. فبيبعت على فهو اول ما بيجي له اتصال على البورت ده بياخده، ويعني ايه كانه هو ايه جالك سلك كده، ده السلك بتاع الكلاينت، بياخده ويربطه بالبورت بتاعك اللي هو اللي عامل عليه ليسن في السيرفر بتاعك في الكمبيوتر. بس ده كان درس النهارده يا جماعه، واخر درس من دروس سي بلس بلس جي اي. يا ريت بس تقول لنا ايه رايك في الدوره، هل في حاجه كانتش واضحه فيها، هل يعني اي حاجه، قول اي حاجه كده يعني، اي اقتراحات يعني عايز تقولها قولها. هل الدوره خلاص كده خلاص خلصت؟ لا مش خلاص، مش خلصت. هنبتدي بقى في شويه مشاريع بقى باذن الله. يعني هل الدوره تبقى مفتوحه على طول؟ لان احنا اي دوره يعني اي دوره في القناه دي بتفضل مفتوحه، ما بتتقفلش خالص. ده كان اخر بس فيديو في الشرح، في شرح الادوات. بس عايز اقول بس كلمتين كده في الاخر، هل دي كل حاجه؟ يعني هل دي كل الادوات اللي احنا استخدمناها؟ لو انت بصيت كده على الفورم بتاعتك اكيد لا، يعني اكيد في ادوات مليون، او بص كام اداه كده كتير، كل دي ما شرحناهاش في الدوره دي. مش عشان مش قادرين نشرحها، لا، عشان ايه ادوات كتير وهتاخد مننا وقت كتير في الشرح. طب ايه، هل هنشرحها؟ انا هقول لك بس ازاي تفهمها، او منين تفهمها، او منين تاخدها، لانها اصلا موجوده على الاعلانات، فانا مش محتاج ان انا اشرحها تاني. موجوده فين؟ اي كورس سي، مش سي بلس بلس، سي شارب، سي شارب ويندوز فورمز ابلكيشن بتوفي لك كل الحاجات دي. طب هل السي شارب زي السي بلس بلس؟ لا، في حاجات اختلافات بس احنا زي ما قلناها كده في نص الدوره، بس يعني ممكن الناس ما تكونش واخده بالها منها. يعني مثلا ايه، هتلاقي مثلا في الريد دي في السي شارب، هتلاقيه مثلا هو بيعملها كده ريد دوت ريد كده، لا احنا بنعملها كده. يعني ايه اختلاف بس في الاشارات، في الاشارات اللي انت ايه زي مثلا دوت بتحولها للسهم. يعني مثلا ايه في البتاع دي، في استدعاء مثلا الحاجات دي بتبقى هو بيعملها يوزنج نيم سبيس سيستم دوت ثريدنج، لا احنا بنعملها يوزنج سيستم النقطتين فوق بعض ثريدنج، واخد بالك. فانت حاول تجرب في الحاجات دي، يعني مثلا الدوت لقيتها دي ما نفعتش، جرب اللي هي السهم، لو ما نفعتش جرب الدوت. ساعات الدوت بتنفع، يعني ساعات الدوت كده بتنفع في قراءه الملفات وكده، اللي هي الاي او بتنفع برضه في السي شارب والسي بلس بلس.
بس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، ارجو ان يكون درس نال اعجابكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك. ولا ما عجبكش ليه، يا ريت تقول لنا اي حاجه مش انت مش فاهمها. لو في اي حاجه انت مش فاهمها في البتاع ده او متلخبط، يا ريت تعيد الشرح كذا مره. ولو في حاجه وقفت معاك خالص، يا ريت ترسلني تحت في التعليقات او تبعت لي على الايميل الفيسبوك بتاعي، هتلاقيه كده جوه القناه. هتفتح تلاقي فيسبوك اكونت جنب الغلاف كده، تخش وترسلني عليه وهجاوبك باذن الله. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.